سبق وأن تحدثنا في أن الدعوة هي عصب العمل القضائي. الدعوة هي عصب العمل القضائي، يعني أي حد عنده مظلمة سواء كان صاحب حق أو وقع عليه ظلم بيرفع دعوة، فالدعوة هي عصب العمل القضائي. كيف تكتب الدعوة؟ طبعا الكلام ده احنا هنمر عليه مرور سريع. الدعوة لها عناصر عديدة: المدعي، محل إقامته، محله المختار اللي هو مكتب المحامي يعني، والمدعى عليه وعنوانه. بعد كده الموضوع، بتكتب في الموضوع المشكلة أو الوقائع بتاعة الحق المراد اقتضاؤه، ثم تؤيد ما تقول بالمواد القانونية، ثم تنتهي في النهاية إلى الطلبات بتاعتك، بتطلب إيه. بعد كده بنعلن الدعوة، بنوديها المحضرين عشان تعلن. يجب أن يتم الإعلان في خلال 90 يوم وفق المادة 70 مرافعات. يجب أن يتم الإعلان في خلال 90 يوم إعمالا للمادة 70 مرافعات. فإذا لم تعلن الدعوة في خلال 90 يوم وكان ذلك راجعا إلى إهمال المدعي حكم باعتبار الدعوة كأن لم تكن. طيب أعلننا الدعوة، الدعوة بدأت تشتغل. في هنا سؤال، دي اسمها خصومة بين طرفين، متى تبدأ الخصومة؟ الخصومة تبدأ من تاريخ إيداع صحيفة الدعوة بقلم الكتاب. الخصومة تبدأ من تاريخ إيداع صحيفة الدعوة قلم الكتاب، لكن متى تنعقد الخصومة؟ في فرق، في فرق. الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان الصحيح. طيب دي قاعدة، دي قاعدة ولكن لها استثناء، هو في دعاوى الإخلاء للتكرار. الخصومة تبدأ وتنعقد عند إيداع صحيفة الدعوة بقلم الكتاب. ده يعني حكم حديث بقى له فترة. النهاردة مفيش مجال لشرح، لكن إيه، نعرف المعلومة. الخصومة كقاعدة عامة تبدأ من تاريخ إيداع صحيفة الدعوة قلم الكتاب، والخصومة تنعقد من تاريخ الإعلان الصحيح. الاستثناء: الخصومة تنعقد، تبدأ وتنعقد في دعوى الإخلاء للتكرار التأخير في سداد الأجرة من تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. طيب الصحيفة أعلنت، هنبدأ في الدعوة. طيب المدعى أقام الدعوة، المدعى عليه، ما في هنا محامي وهنا محامي، واللي بيحكم الاثنين القانون. هناك دفوع يمكن للمدعى عليه أن يبديه. أنواع الدفوع إيه؟ دفوع شكلية ودفوع موضوعية والدفع بعدم القبول والدفع بعدم الجواز. الدفوع الشكلية
إلى ما توجه؟ بتوجه لإيه؟ الدفوع الشكلية توجه إلى إجراءات الخصومة. الإجراءات، الإعلان تم باطل، الإعلان تم بعد المواعيد، الدعوة اتشطبت واتجددت بعد الميعاد، الدعوة اتوقفت واتجددت بعد الميعاد. إذن الدفوع الشكلية توجه إلى الإجراءات التي تتم في الخصومة. كيف تبدأ الدفوع الشكلية؟ الدفوع الشكلية تبدأ جملة واحدة، وقبل الحديث في الموضوع وقبل الدفع بعدم القبول. يبقى الدفوع الشكلية توجه إلى الإجراءات التي تتم في الخصومة. اثنين، تبدأ جملة واحدة، وما لا تبديه سقط حقك فيه. أما الدفوع الموضوعية هي الدفوع التي توجه إلى الحق المراد اقتضاؤه. أنت طالب إيه في الدعوة؟ طالب حق معين يحكم لك به أو تبرأ ذمتك منه. الدفوع الموضوعية بتوجه إلى الحق ده. واحد رفع عليك دعوة علشان عايز منك فلوس، كمبيالات مثلا، فأنت بتدفع دفع موضوعي أنه قد تم السداد علشان تبرأ من هذا الحق الذي يطالبك به. أنت رافع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شقة، عمارة، أرض، عربية، أي حاجة، وبتقول إنه ما دفعش الثمن. بيجي المدعي عليه بيدفع دفع موضوعي، يقول لا، تم السداد والدليل واحد اثنين ثلاثة. في إجراء باطل. إذن بنستخلص أن الدفوع الموضوعية توجه إلى الحق المراد اقتضاؤه للتنصل منه والحكم برفضه. طب الدفوع الموضوعية برضو بتبدأ جملة واحدة؟ لا، تبدأ في أي مرحلة كانت عليها الدعوة في الموضوع. يعني أمام محكمة أول درجة ومحكمة تاني درجة، يبقى في فرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية. الدفوع الشكلية توجه إلى إجراءات الخصومة، أما الدفوع الموضوعية توجه إلى الحق المراد اقتضاءه للتنصل منه. الدفوع الشكلية تبدأ جملة واحدة وما لا يبدأ منها يسقط، أما الدفوع الموضوعية تبدأ أمام محكمة الموضوع أول درجة أو تاني درجة. طب الدفع بعدم القبول، على فكرة المحاضرة ما بدأناش فيها والمحاضرة طويلة، أنا براجع معاكو ما مضى سواء إذا أنا كنت شرحته ليكو أو أي حد شرحه، لكن ما بدأناش المحاضرة لسه، فالوقت طويل وكلام اللي هيتقال النهاردة في غاية الأهمية. رجاء مكنونا من ده. الدفع بعدم القبول بيوجه لإيه بقى؟ إذا كانت الدفوع الشكلية توجه إلى إجراءات الخصومة والدفوع الموضوعية توجه إلى الحق المراد اقتضاؤه، الدفع بعدم القبول بيوجه إلى الوسيلة
التي تتخذ للوصول إلى الحق. إيه الوسيلة؟ الدعوة. الدعوة يعني بيجي يقول لك ودفع بعدم قبول الدعوة. الدفع بعدم القبول بيجعل المحكمة إذا كان مقبولا بتحكم بعدم قبول الدعوة، يعني لا تتطرق للموضوع. طب مثال، القانون اشترط مثلا في الدعاوى العينية العقارية زي دعاوى صحة ونفاذ أو تثبيت ملكية إن تسجل صحيفة الدعوة في الشهر العقاري، وهذا شرط لقبول الدعوة. فإذا لم تسجل الصحيفة كانت الدعوة غير مقبولة. وفي ناحية أخرى القانون اشترط مثلا في القضايا أو في الطعون التي تقام أمام مجلس الدولة على القرارات الصادرة من الدولة أو هيئتها العامة أن تتقدم بطلب للجنة تسوية المنازعات أو لجنة فض المنازعات، وهذا الإجراء إجراء لازم، وإذا لم تقم به كانت الدعوة غير مقبولة. في الأحوال الشخصية الدعوة غير مقبولة إلا إذا كان هناك إذا كانت مسبوقة بطلب بتسوية المنازعات الأسرية. في الإجراءات دعوة الإخلة لعدم سداد الأجرة الدعوة غير مقبولة إذا لم يكن يسبقها إنذار. بالنسبة للإجراءات القديمة إذا لم يكن يسبقها إنذار أو تكليف بالوفاء وتفوت المدة المحددة، إذن الدفع بعدم القبول يوجه إلى الوسيلة المتخذة للوصول إلى الحق. القانون بيفترض شروط معينة للدعوة قبل إقامتها، فإذا اتخذت تلك إذا اكتملت تلك الشروط كانت الدعوة مقبولة، وإذا لم تكتمل كانت الدعوة غير مقبولة. طيب ده الدفع بعدم القبول. طب الدفع بعدم الجواز يعني ايه؟ عدم جواز نظر الدعوة ليه؟ لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي. يعني ايه؟ يعني ألف رفع دعوة كذا، رفع دعوة كذا على به على به بطلب كذا، وقضي في تلك الدعوة بحكم نهائي سواء كان ميعاد الاستئناف فات أو استؤنف الحكم وحكم في الاستئناف أصبح حكم نهائي. ثم جاء مرة أخرى ألف وأقام ذات الدعوة بذات الطلب على ذات الشخص، المحكمة استنفذت ولايتها فيها بحكم نهائي، وبالتالي لا يجوز عرضها على المحكمة مرة أخرى. سماها القانون عدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي. يبقى عندنا أربع دفوع أربع أنواع. هو أنا هشرح ولا هتسألني؟ لو سمحت أنا عارف إنك الكلام حفظته لأن أنا قلته وإنت حضرت ثلاث أربع مرات. مفيش نقط بقى، استنى عشان المحاضرة طويلة. الدفوع الشكلية توجه إلى إجراءات الخصومة ويجب أن تبدأ جملة واحدة وما لا تبدأ جملة واحدة قبل الدفوع الموضوعية وقبل الدفع بعدم القبول، وما لا يبدأ منها يسقط حقك فيه.
أما الدفوع الموضوعية توجه إلى الحق المراد اقتضاءه وتبدأ في أي مرحلة كانت عليها الدعوة في الموضوع. أما الدفع بعدم القبول يوجه إلى الوسيلة المتخذة للوصول إلى الحق أو التنصل منه، ويمكن إبداءه أمام محكمة النقض لأول مرة. أما الدفع بعدم الجواز شرحناه، قلنا إذا كان هناك دعوة واتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب، يعني الأشخاص هم هم، الموضوع هو هو، السبب هو هو، في الحالة دي لا يجوز نظرها أمام المحكمة مرة أخرى. طب دي الدفوع اللي سعادتك بتقولها حسب موقعك في الدعوة. طب الدعوة شغالة بتواجهها بعض العقبات أو الاعتراضات، زي سعادتك المحكمة أجلت لك لإعلان فلان أو لتقديم مستندات وأنت تكاسلت وتأخرت، وما وفي حاجات بقى وقعت منك، زي سعادتك المدعى أو المستأنف ما لحقتش الجلسة، المحكمة تعمل إيه؟ المعروف عند الكفة إن المحكمة بتشطب الدعوة، لكن المادة 82 مرافعات بتتكلم في إيه؟ بتقول إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه الجلسة وكانت الدعوة صالحة للحكم فيها حكمت المحكمة في الدعوة، وإذا لم تكن صالحة للحكم فيها قررت شطبها، وإذا عاود المدعي أو المستأنف عدم الحضور وتمسك المدعى عليه أو المستأنف ضده باعتبار الدعوة أو باعتبار الاستئناف كان لم يكن، حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كان لم يكن. طب إمتى تعتبر الدعوة؟ أقول تاني؟ حاضر. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه الجلسة وكانت الدعوة صالحة للحكم فيها حكمت المحكمة فيها، حتى الطرفين ما حضروش بس الدعوة صالحة. طب مثال، الطرفين تناضلا في الدعوة وطلبوا احالتها للخبير واول اخر وحاضروا قدام الخبير وكل واحد فيهم قال اللي هو عايزه، والخبير انتهى الى تقرير وارسل التقرير الى المحكمة واخطر الاطراف ولم يحضر الطرفين، هنا نقدر نقول ان طرفي الدعوة كل منهم ادلى بدلوه في الدعوة، يمكن للمحكمة أن تحجز الدعوة للحكم. ليه؟ الدعوة جاهزة. بس قصة الدعوة جاهزة أو غير جاهزة إذا رأت المحكمة، يعني هنا بقى في سلطة تقديرية للمحكمة. الناس اللي بتنامش في البيت يعني الدعوة جاهزة دي من سلطة المحكمة إذا رأت أن الدعوة جاهزة. طب الدعوة اصلا محكمة النقض قالت تبقى جاهزة امتى؟ اذا كان طرفي الدعوة قد ادلى كل منهم بما لديه من دفاع في تعتبر الدعوة جاهزة للفصل فيه. فاذا لم يحضر في جلسة لاحقة، هنا ما حضرش والمحكمة لقيتها مش جاهزة فشطبت، لو ما حضرش في جلسة لاحقة وتمسك المدعى عليه باعتبار الدعوة كأن لم تكن، حكمت المحكمة باعتبار الدعوة كأن لم تكن. طيب حضرتك بقى رحت الجلسة الأولانية متأخر والمحكمة ادت شطب، والجلسة لسه شغالة، الجلسة لسه شغالة، المادة 86 بتقول ايه؟
طالما أن المحكمة ما زالت منعقدة، أي حكم صدر في الدعوة في غيبة الخصوم فإذا حضر قبل انتهاء الجلسة يعتبر كأن لم يكن. يعني سعادتك تقدم طلب لرئيس المحكمة وتقول له أنا بطلب النداء على الدعوة مرة أخرى، وحيث أن الجلسة ما زالت منعقدة ولم أتمكن من الحضور أطلب إعادة النداء. وكمان لو كانت الدعوة بتاعتك جاهزة للفصل فيها صالحة للحكم، اكتب في الطلب وقول وأتمسك بأن الدعوة صالحة للفصل فيها. فإذا لم يقبل طلبك بإعادة الدعوة للرول هو غلط، فممكن يقبل طلبك بأن الدعوة جاهزة ويحجز الدعوة للحكم. طيب إذا أنت بقى ما جيتش أو المحكمة رفضت وجيت سعادتك اتأخرت تاني وحضر المدعى عليه أو المستأنف ضده وتمسك باعتبار الدعوة كأن لم تكن أو الاستئناف كأن لم يكن، حكمت المحكمة فيه باعتباره كأن لم يكن. ما أثر هذا الحكم على الدعوة؟ أثره إيه؟ الموضوع انتهى؟ لا، هنا الشط واعتبار الدعوة كأن لم تكن موجه إلى الإجراءات، إجراءات الخصومة بما فيها الدعوة، بما فيها صحيفة الدعوة. يعني معنى كده أنه لم يمس الحق المراد اقتضاؤه اللي هو الموضوع. هل يمكنني إقامة الدعوة مرة أخرى؟ نعم، ولكن هناك دعاوى مرتبطة بمواعيد، إذا كان المواعيد فاتت ما خلاص. لكن إذا كانت الدعوة غير مرتبطة بمواعيد أقيم الدعوة مرة أخرى. وهناك البعض يجتهد وبيقول رأي فقهي أن هذا الحكم يقطع المدة ويمكن أن تقيم الدعوة مرة أخرى حتى لو كانت المواعيد فاتت، ولكن هناك اختلاف. خلينا في المضمون، نروح جلستنا بدري، نحضر جلساتنا، نبقى حريصين على حقوق الموكلين، نبقى حريصين على اسمنا، لأن لما تبوظ مني قضية واتنين لا ده المحامي ده مهمل، لا ده المحامي ده مش شايف شغله، هتلاقي الموكلين تفلتوا منك واحد تلو الآخر واسمك بقى مش حلو. لا، عايزين كل قضية ترفعها تجتهد فيها. الموكل هيبقى مقتنع إن الحكم إلا لله، المحامي عمل اللي عليه. طيب هذا الاعتراض الأول. أما الاعتراض الثاني، سعادتك المحكمة أجلت لك علشان تنفذ قرار معين ولم تنفذه، من حق المحكمة تديك غرامة أو توقف الدعوة شهر. الله، يعني ده اسمه إيه بقى الاعتراض ده؟ الوقف. عندنا كم نوع من الوقف؟ ثلاثة. وقف جزائي اللي هو إذا أنت ما نفذتش قرار المحكمة، وقف اتفاقي، وقف تعليقي. الوقف الجزائي هو جزاء تنزله المحكمة على المدعي نظرا لعدم تنفيذه قرار المحكمة. أما الوقف الاتفاقي هو استجابة من المحكمة لما اتفق عليه طرفي الدعوة، ده مدته شهر اللي هو الجزائي. أما الاتفاقي لا يزيد عن 3 أشهر. لا، احنا عايزين نوقف الدعوة سنة، انت جاي تهرج بعد سنة بأرفعها بقى،
امال انت جاي المحكمه ليه؟ تشغل الرول بتاعها وتكبره، وتشغل محضرين وقلم كتاب ومحكمه ومواطنين؟ لا، ما يزيدش عن 3 شهور. طيب الوقف الجزائي ممكن بيعجل امتى؟ ميعاد تعجيل الوقف الجزائي 15 يوم. 15 يوم نعجل الدعوة من الوقف الجزائي. يبدأوا امتى؟ من تاريخ انتهاء مدة الوقف. طيب الوقف الاتفاقي بيعجل في خلال 8 أيام من تاريخ انتهاء 3 أشهر، وبيبدأوا امتى؟ من يوم ما المحكمة أصدرت قرارها بالوقف الاتفاقي، مثلا 2 شهر بعد 2 شهر، 1 شهر بعد 1 شهر، 3 أشهر بعد 3 أشهر. طيب أمال إيه الوقف التعليقي؟ الوقف التعليقي نوعين، وجوبي وجوازي. طيب خلينا في الوجوبي الأول. الوقف التعليقي الوجوبي بيتحقق إمتى؟ سعادتك حضرت الجلسة ولقيت المحكمة يعني بتفصح عن اللهم صل على سيدنا محمد، بتفصح عن رأيها، فسعادتك رضيت المحكمة، رضيت المحكمة، هل يجوز بعد ما رضيت المحكمة المحكمة تسير في إجراءات الدعوة؟ لا، توقف الدعوة تعليقيا وجوبيا إلى أن ينتهي الفصل في طلب الرد، مش كده؟ طيب طيب أنا رافع الدعوة والمحكمة ادتني عدم اختصاص، وأنا شايف أن المحكمة مختصة، عدم اختصاص وأحالة إلى محكمة كذا، وأنا شايف أن المحكمة مختصة، فعملت استئناف في الحكم، المحكمة المحال إليها توقف الدعوة تعليقيا وجوبيا لحين الفصل في الاستئناف، حين فصل في الاستئناف. طيب أما الوقف التعليقي الجوازي، الوقف التعليقي الجوازي إذا كانت هناك دعوة مرفوعة في محكمة ويتوقف الفصل فيها على مسألة أخرى منظورة أمام محكمة أخرى، لا يعني لا يجوز أو ما ينفعش في الاختصاص أن يضم لبعض، دي في درجة ودي في درجة مثلا، إذا رأت المحكمة أن هناك تأثير على العدالة فيجب عليها أنها توقف، فإذا رأت ليس هناك تأثير على العدالة إذا فصلت في الدعوة تفسك تفسك. وفي حالة ثالثة بقى للوقف التعليقي الوجوبي، هضرب لكم مثل عليها على طول، في حكم جنائي وأقيمت دعوة تعويض، أقيمت دعوة تعويض، قضية قتل، قضية إصابة، قتل خطأ، وده الشائع إن واحد ضربته عربية مات أو أصيب واتحكم عليه جنائيا بحكم نهائي، يبقى يجوز للمدعي المدني أو المجني عليه أن يقيم دعوة التعويض، فإذا ما قام المتهم بالطعن بالنقض
توقف الدعوة وجوبيا، توقف الدعوة وجوبيا لحين الفصل في النار. ليه؟ لأن حكم النار له أثر في الدعوة المدنية، لأن الدعوة المدنية هنا أو التعويض هنا دعوة مدنية والتانية دعوة جنائية مرتبطة بها ارتباط لا يقبل التجزئة، ارتباط لا يقبل التجزئة. يبقى عندنا ثلاث حالات في الوقف التعليقي الوجوبي: في حالة الرد، في حالة الحكم بعدم اختصاص واستئنافه، في الحالة الثالثة إذا كانت هناك دعوة منظورة أمام محكمة أخرى يتعلق الفصل فيها بالدعوة المرفوعة أمام المحكمة، وجب على المحكمة أن توقف الدعوة تعليقيا لحين الفصل في الدعوة الأخرى. وضربنا المثال، يبقى خلصنا من الوقف، اتكلمنا في الشط واتكلمنا في الوقف وقلنا ثلاث أنواع. نتكلم في الانقطاع. يعني ايه انقطاع؟ انقطاع سير الخصومة. متى تنقطع سير الخصومة؟ اللي الناس عارفاه وبيقولوه دايما، حالة إذا مات أحد أطراف الخصومة. لا، ما في حاجات مناظرة للموت. هي شروط قبول الدعوة ايه؟ المصلحة، الصفة، الأهلية. المصلحة والصفة والأهلية، ويجب أن تستمر تلك أن تكون تلك الشروط متوفرة قبل إقامة الدعوة، وتظل مستمرة متوفرة أثناء سير الدعوة. فإذا فقد إحداها تتوقف الدعوة، تتوقف. زي أم مثلا بترفع دعوة نفقة لولادها، العيال عندهم كم سنة؟ 14 سنة 13 سنة. طب أثناء سير الدعوة في حد من العيال وصل 15 سنة، والقانون بيقول أن الأهلية تعطى للأولاد عند سن 15 سنة، يعني لهم الحق في أن يقيموا الدعوة بنفسهم، والقانون صرح لهم كمان يعملوا التوكيلات للمحامي في حاجة اسمها في أمور الأسرة. يبقى هنا الأم فقدت الصفة. طيب في واحد أثناء سير الدعوة تعب عقليا، ده محتاج وصي خصومة، وصي الخصومة. أو فيه وصي خصومة ومات، يبقى فيش حد بيمثله في الدعوة. أو أحد أطراف الخصومة السلام مات، في كل تلك الأحوال ينقطع سير الخصومة، ينقطع سير الخصومة. ويجوز للمحكمة بدلا من أن تقطع سير الخصومة أن تؤجل لاختصام صاحب الصفة الجديد. إذا كان واحد مات يختصم وراثته، إذا كان واحد تعب عقليا ما بقاش عنده أهلية، فذلك أن يختصم من يمثله. إذا كانت الصفة راحت من الأم، البنت تتدخل في الدعوة أو الولد، ويبدأ يباشر الدعوة بنفسه يختصم. يبقى ثلاث حالات اللي قلناهم دول بينقطع سير الخصومة. طيب الكلام ده هينفعنا في المحاضرة بتاع النهاردة، احنا لسه ما بدأناش في المحاضرة. مستعجلين؟ اللي مستعجل يقف روح. الكلام اللي هيتقال النهاردة في غاية الأهمية، وزي ما اسماعيل بيه انا ما كنتش عايز اقول الحقيقه، كنت عايز اعملها لكم مفاجاه يعني،
في الامتحان. لكن اسماعيل بيه بقى قلبه رحيم، قال لكم ان ايه الكلام اللي هيتقال النهارده هيبقى يعني موضع امتحان، لان احنا خايفين عليكم وخايفين على الموكلين بتوعكم وخايفين على اسمكم. فرجاء هدوء هدوء. يبقى احنا اتكلمنا كيف تكتب الدعوة وكيف تعلن والعوارض التي تعترض الدعوة والدفوع في الدعوة. الدعوة مشيت اشتغلت وكل الأطراف قالوا رأيهم فيها والعوارض اجتزناها والدفوع أبدناها وقدمنا مذكراتنا وكله تمام. صدر الحكم، صدر الحكم في الدعوة. ومن هنا نبدأ في محاضرة اليوم، طرق الطعن على الأحكام، طرق الطعن على الأحكام. من المعلوم أن القضاء المصري يقوم على درجتين، يقوم على درجتين، محكمة أول درجة ومحكمة تاني درجة، إلا ما استثني. يعني كل حاجة فيها قاعدة وفيها استثناء. يعني عندنا مثلا في القضاء الجنائي الجناية على درجة واحدة، عندنا في الأحوال الشخصية حكم الخلع على درجة واحدة، عندنا القضايا اللي لها قيمة معينة أقل من 5000 جنيه بيبقى الحكم فيها انتهائي على درجة واحدة. لكن القاعدة أن القضاء المصري يقوم على درجتين، فإذا كان هناك حكم يمكن الطعن عليه. مواعيد الطعن إزاي؟ لا، لازم نفرق بقى ونقول أن القضاء المصري نوعين، القضاء العادي والقضاء الإداري. القضاء العادي له فروع عديدة، عندنا المدني، عندنا الأحوال الشخصية، عندنا الجنائي. المدني بفروعه، وعندنا الجنائي، وعندنا الأحوال الشخصية. دايما الطعن بيكون أمام المحكمة الأعلى. يعني إيه؟ يعني إذا كان الحكم صادر من محكمة جزئية بيبقى الاستئناف بتاعه فين؟ قدام المحكمة الكلية، منعقدة بدائرة استئنافية. لو تكرمت، منعقدة بدائرة استئنافية. وإذا كان الحكم صادر من محكمة كلية فالطعن بيكون أمام محكمة استئناف عالي. طيب ميعاد الطعن قد إيه؟ 40 يوم. القاعدة 40 يوم. من إمتى؟ من تاريخ الحكم. إمتى؟ إذا كان الحكم حضورياً. طب إذا كان بقى المدعى عليه لم يحضر الجلسات، سعادتك زي ما سمعنا بقى في الآونة الأخيرة يعني إعلان أمريكاني، لا ده أنا المحضر اديته فلوس وأعلنه في جهة الإدارة على عنوان تاني أو أي حاجة من هذا القبيل، المهم لم يصل العلم إلى المدعي عليه، دي حالة. طب الحالة الثانية، لا المدعي عليه كان موجود وبيحضر ثم انقطع سير الخصومة، انقطع سير الخصومة ولم يحضر عند التعجيل وحتى انتهت الدعوة. حالتين هم،
ما حضرش خالص او ما حضرش بعد تعجيل الدعوة من الانقطاع. في الحالتين دول الحكم هنا يعتبر غيابيا ولا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان الصحيح. يبقى ميعاد الاستئناف 40 يوم إذا كان الحكم حضوريا، وأربعين يوم برضو من تاريخ الإعلان الصحيح إذا كان الحكم غيابيا. الكلام ده هينطبق على قضايا المدني وقضايا الأحوال الشخصية، ولكن الاستثناء بقى أن الأحكام الانتهائية، الانتهائية ركزوا، اللي هي بتصدر من المحكمة الجزئية وقيمتها أقل من 5000 جنيه، القانون نفسه قال لك لا يجوز استئناف، عدم جواز. طب عدم الجواز ده مطلق؟ لا، له استثناء. ايه هو؟ يجوز استئناف الحكم الانتهائي اذا كان هناك بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم. الحالتين دول يمكن للمحكوم عليه في الحكم الانتهائي الصادر من المحكمة الجزئية انه يعمل ايه؟ انه يستأنفه، بس القانون حط له شرط، قال لك تدفع كفالة، وانت بتعمل الاستئناف تدفع كفالة، فاذا قضي بعدم جواز الاستئناف صدرت الكفالة. واذا كان الاستئناف بتاعك جائز وكلام اللي انت حطه تأييدا لاستئنافك صحيح خلاص، يبقى ده الاستثناء على الاحكام الانتهائية إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان أثر في الإجراءات. بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، استثناء يجوز استئناف هذا الحكم الانتهائي. أقول تاني؟ حاضر. الأحكام الانتهائية اللي هي قيمتها 5000 جنيه فيما أقل لا يجوز استئنافها، ولكن المشرع حفاظا على الحقوق وإرساء للعدالة قال يجوز استئنافها في حالتين، إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، بشرط أن تسدد كفالة عند إقامة الاستئناف. طيب ده الأحكام الصادرة بالمحكمة الجزئية. في حاجة جديدة بقى تانية، حاجة جديدة تانية، احنا عارفين ان الاحكام التي تصدر من المحكمة الكلية بوصفها دائرة استئنافية لا يطعن عليها بالنقض، لان الاحكام التي يطعن عليها بالنقض هي الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العالي فقط. طيب هل كل الأحكام التي تصدر من الاستئناف العالي قابلة للطعن بالنقض؟ لا، أقوله ده جديد برضو. لا، في حالة، إيه هي؟ إذا كانت قيمة الدعوة أقل من 90,000 جنيه لا يجوز الطعن بالنقض، وإذا كانت أكثر يجوز الطعن. خلي بالكم بقول إيه، الطلبات في الدعوة، أنا طالب كذا، مش الحكم صدر بكذا، دي مهمة. يعني أنا طالب الحكم ب80,000 جنيه، المحكمة حكمت لي ب50، لا يجوز الطعن عليه بالنقط. أما أنا طالب 200,000 جنيه والمحكمة حكمت لي ب50 60 أقل من 90، يعني يجوز الطعن؟ آه طبعا يجوز الطعن. طيب الأحكام الجنائية، آه احنا قلنا هناك في المدني
إن الأحكام الصادرة من محكمة كلية وصفها دائرة استئنافية في المدني لا يجوز الطعن عليها بالنار، أما في الجنائي تفرق. وطبعا لسه احنا هنتكلم عن الجنائي، ولكن هنا اللي استدعانا قصة النقط. الأحكام الصادرة في الجنح يجوز الطعن عليها بالنقط، يجوز الطعن عليها بالنقط، وهي صادرة من محكمة كلية بوصفها دار استئنافية في الجنائي. طب المدعى المدني بقى، قصدي المتهم، المتهم هل يستطيع؟ الراجل اتحكم عليه ب5000 جنيه غرامة، المتهم هل يستطيع أن يطعن بالنقط على الحكم؟ إذا كانت الجريمة النيابة كانت مطالبة أن يوقع عليه عقوبة الحبس واتحكم عليه ب100 جنيه غرامة، يمكن أن يطعن بالنقط. ليه؟ لأن كان هنا المطلوب في الدعوة أن توقع عليه عقوبة جنائية، عقوبة سالبة للحرية، فهنا يطعن بالنقض على الحكم. طيب يبقى المواعيد بتاعة الطعن 40 يوم من تاريخ الحكم الحضوري، أو 40 يوم من تاريخ إعلان الحكم إذا لم يكن الحكم حضوريا. والحكم إمتى ما يبقاش حضوري؟ إذا لم يحضر المدعى عليه أي من جلسات الدعوة سواء في المحكمة أو الخبير، ولم يقدم مذكرات، أو لم يحضر بعد انقطاع سير الخصومة لما تعجلت بخصوم فيهم خصوم جدد، ما حضرش، يبقى الحكم برضو غيابي. يبقى ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الإعلان الصحيح. طب عندنا في المدني فرع آخر، القضاء المستعجل. القضاء المستعجل في كل دائرة محكمة، في كل دائرة استئناف محكمة اسمها محكمة الأمور المستعجلة، بتبقى دوائر كلية ثم دوائر استئنافية. الدائرة قصدي محكمة أول درجة ومحكمة تانية درجة. محكمة أول درجة بتبقى قاضي واحد، ومحكمة تانية درجة بتبقى 3 قضاة. الأحكام بتاع محكمة القضاء المستعجل بتستأنف في خلال قد إيه؟ 15 يوم، 15 يوم فقط. ولكم أن تعلموا طبعا القضاء المستعجل ما فيهوش إعادة إعلان، ترفع الدعوة وتعلنها وتسير الدعوة. طيب شروط القضاء المستعجل إيه؟ له شرطين: أن تتوافر حالة الاستعجال في الطلب المطلوب الحكم به. 2، القاضي لا يمس أصل الحق وإنما يقضي من ظاهر الأوراق، يقضي من ظاهر الأوراق. الحكم اللي يصدر منه بيستأنف في خلال قد إيه؟ 15 يوم من تاريخ إيه؟ من تاريخ صدوره، مفيش هنا بقى من تاريخ الإعلان، من تاريخ صدوره. قضاء مستعجل ممكن تتحدد لك جلسة بكرة، والقاضي يقول لك، ممكن القاضي يقول لك مثلا يقصر لك مواعيد الإعلان من ساعة إلى ساعة، وأنت تبقى حاضر يقول لك قررت المحكمة تأجيل الدعوة ساعة، ساعتين، تأجيل الدعوة إلى غدا، مستعجل، فمش هيجي
في الطعن على الحكم يقول لك من تاريخ إعلان، لا، 15 يوم من تاريخ صدور الحكم. يبقى احنا كده اتكلمنا في طرق الطعن وحالتها بالنسبة للمدني، واللي بيحصل في المدني بيحصل على الأحوال الشخصية. طيب، لكن في الأحوال الشخصية برضو في استثناء، أحكام الخلع لا تستأنف بنص القانون. فدايما احنا نقول القاعدة كذا، إلا ما استثني بنص، إلا ما استثني بنص، يعني دعوى الخلع لا تستأنف. وخليكم عارفين كمان إن مفيش نقض في الأحوال الشخصية، اتلغى. ما هو كان في قصة مش ظريفة أبدا، الست رفعت دعوة تطليق على الراجل وخدت حكم، الراجل استأنف فتأيد الحكم، فراحت جايبة الحكم وراح متجوزة وخلفت. الراجل بقى عمل نقض والنقض قبل. الله، دي حالة زنا ولا ايه؟ ولا العيال دي ولاد مين؟ ده المجتمع هيبوظ. فكان اما ان يلغي النقض في الاحوال الشخصيه، او كان يمكن ان يشترط للحصول على الحكم النهائي شهاده بعدم حصول نقض. هو نظرا لان يعني محكمتين قالوا تراء، او محكمتين قالوا تاخد فلوس كذا عشان العيال، او نفقه ليها عشان تعيش، ما لا تعيش ازاي، تتكسب بطرق غير مشروعه، لا، ده النقض بياخد وقت. ففضل المشرع ان يلغي النقض في الاحوال الشخصيه، يعني مفيش نقض في الاحوال الشخصيه، واكثر من ذلك مفيش استئناف في الخلع. ماشي؟ طيب نيجي للجنائي. باطل او في يعني، خلي بالك القاعده دي سريعه على طول، القاعده دي سريعه على طول، فذلك القاعده دي ساريه على طول اذا كان هناك بطلان. لان الحكم لما يبقى باطل يعني يمكن لك ان تعترض عليه امتى؟ عند تنفيذه حتى، ثم تقيم دعوه بابطاله. طيب الجنائي، الجنائي هنلاقي عندنا حاجه اسمها اوامر جنائيه، حاجه مستحدثه برضو في القانون عشان يخفف الرول على القاضي. وعندنا جنح وعندنا جنايات. الأوامر الجنائية التي تقل قيمة المبلغ المحكوم به عن 500 جنيه، 500 جنيه فيما أقل، بيصدر بها أمر جنائي من النيابة العامة. اللي أكثر من كده بيصدر بها أمر جنائي من القاضي. الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة يمكن المعارضة فيه أمام القاضي، أما الأمر الجنائي الصادر من القاضي لا يعارض فيه، وإنما يقدم طلب إلى النيابة الكلية لكي تنظره محكمة الجنح المستأنفة مرة أخرى. هنسميه استئناف. أما بالنسبة للقضاء الجنائي، اتكلمنا في الأوامر الجنائية، قلنا من تاريخ الإعلان، الميعاد بيبدأ من تاريخ الإعلان، ميعاد المعارضة أو الاستئناف بيبدأ من تاريخ الإعلان. أما بالنسبة للجنح، كلنا عارفينها، حكم غيابي بيبدأ الميعاد فيه في المعارضة في أي وقت. أما إذا أعلن بالحكم
عشرة أيام. طيب، طب وميعاد الاستئناف في الجنح برضو عشرة أيام، من إمتى؟ من تاريخ اعتبار المعارضة كأن لم تكن، أو من تاريخ الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه عشرة أيام. لكن علشان هنا في عقوبة مقيدة للحرية، القانون قال إلا إذا كان لديه عذر تقبله المحكمة. الحقيقة إحنا كشعب بقى وكمحامين بنستغل هذا استغلال سيء جدا، ودايما في كتير يعملوا استئناف بعد المعاد ويجيب دليل عذر. مش دايما، ده على طول. الا من رحم ربي. ويبقى لدرجه ان مثلا، ما هو المحامي برضه مواطن، يمكن ان يكون هو متهم وصدر عليه حكم، وكل يوم بيحضر قدام الدائره دي في قضايا الموكلين، وبعدين بعد ثلاث سنين ولا بعد مش عارف قد ايه بيرتبها هو بقى عشان يرتب دفوع معينه، يعمل استئناف ويجيب دليل عذر. المحكمه تقول له والله يا استاذ انت كنت حاضر، انت لا كنت عيان ولا حاجه. في دواير بقى بتعديها، وفي دواير بتدي عدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ولا تقبل العذر. المتهم، خلينا في المتهم بلاش المحامي، عنده قضايا تانية قدام الدايرة وكان بيحضر فيها مع المحامي، وفي القضية دي كان عيان. لا يعني خلينا واضحين عشان المحكمة تستشعر صدقنا، وبالتالي تثق في الدفاع اللي احنا بنقدمه، لان في الجنائي في دفاع قانوني ودفاع موضوعي، دفاع قانوني ودفاع موضوعي. المحكمه لو شكت في كلامي مش هتحقق لي دفاعي في حاجات كتير. لازم اكون قدام المحكمه كلامي مصدق. طب الجنايات، الجنايات ما فيهاش استئناف، ما فيهاش استئناف على درجة واحدة. الطعن في الحكم الصادر في جناية طريق طعن غير عادي، اللي هو الطعن بالنقط، في خلال قد ايه؟ في خلال 60 يوم. إذا كان الحكم حضوري، طب وإذا كان الحكم غيابي؟ حد يقف بقى يقول لي إذا كان الحكم الجنائي في جناية غيابي، ميعاد الطعن بالنقض في قد إيه؟ لا يا رجالة حافظين، المحاميات مش حافظين. مفيش طعن بالنقض في حكم في جناية غيابي. يبقى فيها، لأن طب ليه؟ ليه؟ لأن الحكم الغيابي في الجناية بيسقط بمجرد أن يقدم المتهم نفسه أو يقبض عليه، بيسقط وتعاد المحاكمة من جديد. علشان كده بتسمى بإيه؟ إعادة إجراءات. إعادة إجراءات. يبقى الحكم الغيابي في الجناية ما بتعملوش معه، لا، الحكم الحضوري فقط في الجناية. عشان كده كترت القضايا قوي، الأحكام الغيابية. المشرع من وجهة نظره قال لك يجوز حضور المحامي بتوكيل. ليه؟ علشان الأحكام تبقى حضورية، ويا إما تتنفذ يا إما يطعن عليها تخلص بقى، تتشال من الرول بتاع المحكمة. حتى لو لم تطمئن، ليه ان شاء الله؟ انا محكمه نقض دي
فين؟ في الكويت يعني ولا فين؟ لا لا، مفيش حاجة اسمها المحكمة لم تطمئن إليه. ده موضوع، موضوع يعني إيه؟ المحكمة لها سلطة تقديرية فيه، وطالما أبدت الأسباب، أبدت الأسباب السائغة فيه لا رقابة عليها محكمة النقض. أما إذا لم تبدي الأسباب السائغة كانت خاضعة لمحكمة النقض في الرقابة، تقول لا لا انت قلت كذا وكذا وكذا ولم تسببي هذا، وبالتالي الحكم بتاعك مخالف للقانون ينقض. خلاص، يبقى الجنائي اتكلمنا في الأوامر الجنائية، اتكلمنا في الجنح، اتكلمنا في الجنايات، وقلنا ان الجنح، طب الحكم صدر من محكمة كذا، محكمة الجنح كذا، هل يجوز الطعن عليه بالنقض؟ لا. امال ايه؟ الحكم الصادر بمحكمة الجنح المستأنفة يطعن عليه بالنقض، يطعن عليه بالنقض. والحكم الصادر بمحكمة الجنايات الحضوري يطعن عليه بالنقض. المعاد 60 يوم، المعاد ايه؟ 60 يوم من تاريخ الحكم. طيب، يبقى كده احنا انتهينا من طرق الطعن بالنسبة للقضاء العادي. طب طرق الطعن بقى في القضاء الإداري، هيكل القضاء الإداري ايه؟ محاكم إدارية ومحاكم قضاء إداري ومحكمة إدارية عليا، المحكمة الإدارية العليا، وكل ومحكمة المحاكم الإدارية لها اختصاص، ومحكمة القضاء الإداري لها اختصاص. فالقضايا التي تختص بها المحاكم الإدارية تستأنف أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية. طب المعاد 60 يوم، المعاد 60 يوم. طيب، طعنا على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، حد فيكو رفع الدعوة قدام المحكمة الإدارية بطلب معين وصدر حكم ضده، فراح عمل فيه استئناف أمام محكمة القضاء الإداري، محكمة القضاء الإداري أصدرت حكم أيدت الحكم ده، الرفض ده، هل يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا؟ ها؟ هل يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية أمام المحكمة الإدارية العليا؟ لا، لا يطعن عليه، ولكن هناك استثناء. لمين بقى؟ وليه؟ ما هو دايما حتى الاستثناء له سبب، الاستثناء له سبب. هنا قال ان يمكن الطعن عليه من هيئة مفوضي الدولة فقط. طب والسبب؟ ان ترى هيئة مفوضي الدولة ان هناك مبدأ قانوني جديد في الدعوة، هي شايفة ان محكمة المحكمة الإدارية ومن بعدها محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية ادوا حكم معين على أساس معين على مبدأ قانوني معين، وهيئة مفوض الدولة ترى أن هناك مبدأ قانوني جديد. ده بقاش لصالح المدعي بس، ده لصالح المجتمع كمان. فهنا تمكن
هيئة مفوضي الدولة من الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. طب دي المحكمة الإدارية، الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية استؤنفت قدام القضايا الإدارية في هيئة استئنافية في خلال 60 يوم، وأصبح محدش له، لا يجوز الطعن على الحكم من أطرافه. يجوز منين؟ من هيئة مفوضي الدولة. إذا كان ترى أن هناك مبدأ قانوني جديد، فالمحكمة الإدارية العليا إذا رأت أن هناك مبدأ قانوني جديد هتلغي الحكم. أما إذا لم ترى أن هناك مبدأ قانوني جديد بتدي إيه؟ رفض. طيب، أما الأحكام التي تنظرها محكمة القضاء الإداري كأول درجة وفقا للاختصاص بقى، أول درجة، أنت بترفع الدعوة على طول قدام القضاء الإداري. الدعوة اللي أنت رافعها للمختص بها محكمة القضاء الإداري صارت الدعوة وحكم فيها. طيب حاضر، طيب اتفضل. معاد الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا دي 60 يوم. يبقى القاعدة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والاستثناء يجوز لهيئة مفوضي الدولة أن تطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بوصفها دوائر استئنافية في حالة إذا كان هناك مبدأ قانوني جديد. نعم، مش سامعي. لا، هيطعنوا. الحكم في أي حالة، في أي حالة ترى أن هناك مبدأ قانوني جديد ويجب الوقوف بالمبدأ القانوني الذي قضي على أساسه، سواء كان الحكم بالرفض أو الإيجاب، بتطعن أمام الإدارة العليا. إذا كانت ترى أن هناك مبدأ قانوني جديد. أيوة فندم. نعم، ما احنا قلنا في البداية في الدفع بعدم القبول، قلنا أن القانون اشترط في مجلس الدولة أن تلجأ أولا وفقا للقانون 7 سنة 2000، بس بقى في جديد أهو، الهول، أن تلجأ إلى لجنة فض المنازعات، تلجأ إلى لجنة فض المنازعات، وفي حالة عدم اللجوء ليها يعتبر الطعن غير مقبول. لكن الجديد إيه بقى؟ كانت قرارات لجان فض المنازعات لا تنفذ، ما هي من حقها تدي أحقية في الطلب اللي انت مقدمه، ومن حقها تدي رفض. كان لما بتدي أحقية ايه اللي بيحصل؟ الجهة الإدارية الصادر ده القرار ما بتنفذش، وبتروح تعمل ايه؟ تعمل طعنة في مجلس الدولة. تحدثنا كثيرا في هذا مع السادة النواب، قلنا لهم والله ده يبقى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات ما هو إلا عائق يعوق صاحب الحق فترة بيحجبه عن القضاء، طالما أن اللجنة تعطي قرارات لا قيمة لها،
فأما أن يلغى أما أن يعدل ويكون إلزامي على الجهاد. والحقيقة يعني كان في أحد أستاذ الدكاترة من الجامعة كان حاضر هنا واتكلم في الموضوع ده، بس يعني أنا ما حبيتش إن أنا أعقب عليه، ما اتكلمش في التعديل ده. التعديل ده إيه هو التعديل؟ جعل للقرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات قوة إلزامية على الجهة. يعني حضراتكم كل واحد كده يفتح الموبايل ويضغط على جوجل ويقول تعديل القانون 7 لسنة 2000، هيطلع له الحالات عشان ما نعددش، هيطلع له الحالات اللي أصبح وجوبا على الجهة الإدارية أن تنفذ القرار الصادر من لجنة فض المنازعات. يبقى إذن ترجعتونا للدفع بعدم القبول. اتنين، الحالة بتاعت الأحوال الشخصية، الست ما فيش فلوس، الراجل مطلع عينها، عشان ترفع الدعوة لازم تروح لجنة تسوية المنازعات الأسرية. الله. طيب، واللجنة دي مش لجنة قضائية، مش لجنة قضائية، ده خبير نفسي وخبير مش عارف ايه اجتماعي. وبعدين الزوجة تعمل الطلب ويتأيد ويحدد له جلسة ويعلنوه ويبعتوا له جواب، ما يجيش أو يجي ويتعنت. برضو وجهة نظري أن هذه الطلبات تعرقل المسيرة وتؤخر بل وتحجب المتقاضي عن القاضي. يعني علشان ما نبقاش متجنيين تجني مطلق، حالات بسيطة جدا اللي بتخلص في لجنة تسوية المنازعات ويتفق ثم ترسل الأوراق إلى القاضي علشان يدي الصيغة التنفيذية، ويبقى القرار الصادر من اللجنة قرارا وجوبيا شأنه شأن الحكم لأنه بالاتفاق. يبقى سريعا، ممكن الامتحانات تجي لكم بالشكل الآتي. علشان يبقى فيه سرعة إنجاز في الإجابة صح وغلط، لا يجوز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من المحاكم الجزئية مطلقة، صح ولا غلط؟ معاد الاستئناف في الجناية 60 يوم، صح ولا غلط؟ مفيش استئناف أصلا في الجناية، مفيش استئناف في الجناية. لكن يجي بقى نوعية أخرى من الأسئلة، ممكن مثلا يعني بقى مش كل حاجة تبقى صح وغلط، ولا كل حاجة علامة ولا شرطة، لا لازم تتكلم. شروط قبول الدعوة إيه؟ شروط قبول الدعوة نحفظهم، الصفة، المصلحة، الأهلية. متى تنعقد الخصومة؟ من تاريخ الإعلان الصحيح. تنعقد الخصومة في حالة دعوى الإخلاء للتكرار من يوم إيداع الصحيفة بقلم الكتاب، صح ولا غلط؟ يجوز الطعن بالنقض على
الأحكام التي تكون فيها الطلبات أقل من 90,000؟ غلط. لا يجوز، يعني يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية في القتل الخطأ، صح ولا غلط؟ الأحكام بالغرامة 100 جنيه، ها ما احنا قلنا ان في الجنائي اذا كانت الجريمة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية ايا كان الحكم اللي صادر فيها يطعن عليه، مش كده؟ طيب، طب في حالة أنا رفعت الدعوة وسلمت الإعلان مرتين 3 مرات وكل مرة الإعلان يجي لم يعلن للإجابة، والـ90 يوم فاتوا، الـ90 يوم فاتوا وجه المدعى عليه أو المستأنف ضده قال لك اعتبار الدعوة كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها في خلال 90 يوم، 90 يوم، ها؟ لا، ما هو حضر بعد 90 يوم، ها؟ ما هو المحامي بتاعه ذكي، خد بالك، حضر بعد 90 يوم، ها؟ المحكمة تقول إيه؟ تستجيب؟ أولاً عندنا نقطتين، عندنا نقطتين، الحكم باعتبار الدعوة كأن لم تكن جوازي للمحكمة، يجوز للمحكمة فلها أن تأخذ بالدفع أو ألا تأخذ. 2، المادة اشترطت شرط أن يكون عدم الإعلان ده راجعاً إلى إهمال المدعي. أنا سلمت الإعلان 3 مرات وفقا للعنوان اللي موجود عندي في العقد مثلا اللي بيني وبينه أو في الورق اللي بيني وبينه، أنا مش مهمل، أنا ما أهملتش، ما قصرتش، لا بالعكس، هو جاي بقى يقول لي الدفع ده، أو أنا بطلب المحكمة إلزامه بأن هو يقول لنا العنوان الصحيح إيه، لأن إحنا أعلناه أكتر من مرة على العنوان المعلوم لدينا بالنسبة له ولم يعلن، فليس هناك خطأ ولا تقاعس لدى المدعي، وبالتالي الشروط الموجودة في المادة 70 لم تتحقق. طيب، إذا أنا ما حضرتش الجلسة والمحكمة رأت أن الدعوة غير صالحة للفصل ولا لحقت الجلسة قبل ما تنتهي وقدمت طلب والطلب أرفق في الدعوة، ورغم ذلك أصدرت المحكمة قراراً بالشرط، القانون بيقول إذا المحكمة شطبت بجدد وأعلن في خلال 60 يوم. أما إذا أنا بقى تقدمت بطلب وقلت يا محكمة أنا حضرت قبل انتهاء الجلسة، نديل الرول تاني، اعمالا للمادة 86، وقلت يا محكمة ان الدعوة جاهزة للفصل فيها اعمالا للمادة 82 والمحكمة ما استجابتش وشطبت، هنا القرار ايه؟ قرار الشرط ايه؟ باطل ومخالف للقانون، مخالف للقانون، وما يلزمنيش أجدد الدعوة في خلال 60 يوم، أجدد الدعوة بعد 60 يوم مفيش مشكلة، بس المهم هنا إن أنا أستطيع أن أوصل ما لدي من معلومات صحيحة إلى المحكمة وأن أقرع
سمع المحكمة بتلك المعلومات وأطمئن أنها وصلت إلى ذهنها بالفعل، لأن القرار باطل والقرار الباطل ملوش مواعيد، ملوش مواعيد. طب القضية بقى خدت اعتبار كأن لم تكن لأن اتأخرت تاني، وقرار الشطب الأولاني كان قرار باطل، كان قرار باطل لأني تقدمت بطلب وقلت الدعوة جاهزة، وقلت أنا جيت قبل الجلسة ما تنتهي، والطلب أرفق في الدعوة، ومحكمة الاستئناف سواء أنا موضحت لهاش كويس أو ما قريتش أو مش فاهمة أو أي سبب أيدت الحكم، يحق لي أن أطعن بالنقط. ليه؟ لأن إذا كان القرار الشطب الأولاني باطل ففي المرة الثانية ما ينفعش يدينا اعتبار الدعوة كأن لم تكن. قدم الطلب، قدم الطلب للمحكمة، والمحكمة تقول لك يا أستاذ ما نرجعش، قول له لو تكرمت يا فندم ارفق لي الطلب بملف الدعوة. نعم، ايه هي؟ هو لو خد منك الطلب، هو لو هيثبت حضورك في رول شغال بالاولى هيرجع لك القضية، يبقى هو بيدين نفسه بنوتة، يعني بنوتة هتثبت حضورك، هتثبت حضورك، هل هذا دليل على أنك تقدمت بطلب وقل أن الدعوة صالحة للفصل أو أنا بطلب إعادة النداء؟ ليس دليلا. أنا موجود وفيه لي خمس قضايا في الجلسة، حضرت واحدة وما حضرتش الباقي، أنا حر، لكن الطلب اللي بقدمه هو أصل ما فيش خصومة بيننا وبين القاضي، لا، أنا والقاضي بنشتغل من خلال القانون. خليك لين الحديث، خد بالك، هتستطيع إقناعه، هتستطيع إقناعه. أما أن يعيد الدعوة أو يعني إذا كان متشدد أكثر هيقبل منك الطلب، يقول لك الطلب في الملف يا أستاذ، زي بالظبط أنت عارف لو في انت في جلسة تحقيق مين اللي بيسأل الشهود؟ المحكمة. طب انت شايف ان هناك سؤال جوهري المحكمة لم تسأله، سواء هو بيسأل الشهود بتاعتك ولا الشهود بتاع خصمك، لك ان تسأل. بتوجه السؤال لمين؟ توجه السؤال للمحكمة، والمحكمة عليها أن تثبته في محضر الجلسة. ولكن إذا رأت المحكمة أنه مجدي في الدعوة ومنتج وجهته إلى الشاهد، وإذا رأت خلاف ذلك تقول رأينا عدم توجيهه، مش كده؟ فيعني إيه؟ أولاً التزم بقاعدة، لا تغضب قاضيك، لا تغضب قاضيك، لأنه ليس ملاكا وإنما هو بشر يغضب ويفرح ويتأثر. طب مش هغضب قضية وحقوقي تضيع؟ لا، دي معادلة، ألا تقصر في حق موكلك ومهنتك. طب أنا مش هقصر وفي نفس الوقت مش هغضب القاضي، الاتنين دول بقى أدمجهم في بعض، لخبطهم على بعض، واطلع بأسلوب واطلع بشكل في التعامل مع القاضي يحقق الاتنين مع بعض. والمحامي لابد وأن يكون لديه القدرة على التعبير
والقدرة على الإقناع. حضرتك بتروح الجلسة عندك قضية أو اتنين فبحثت كثيرا وانتهيت إلى نتائج عظيمة، أما القاضي يذهب إلى المحكمة ولديه رول حسب المحكمة بقى. ده دلوقتي الاستئناف العالي بيبقى فيه 50 قضية، مال بتاع الجنح يبقى قد ايه، بتاع المحاكم الكلية قد ايه. زمان كنا بنحضر في الاستئناف العالي 5 قضايا، نروح النقض 3 قضايا، رول الجنح يوم ما يبقى 50 يبقى كتير قوي. ايه الدايرة دي؟ الدايرة دي فيها مشاكل. في الاستئناف 20 15، اما دلوقتي بقت مئات. بس انت رايح عندك قضية او اتنين، اما هو رايح عنده حجم كبير جدا، فانت اعلم بدعواك وانت اكثر علما فيها. عشان كده قيل من السلف ان المحامي مبدع والقاضي مرجح. من الذي قال؟ من الذي قال ذلك؟ من هو عبد العزيز باشا فهمي؟ كان نقيبا للمحامين ثم رئيسا لمحكمة النقض، أول رئيس لمحكمة النقض. ما هي المناسبة؟ في الاحتفال بافتتاح محكمة النقض دعا المحامون أولا فغضب القضاة، فغضب القضاة. كيف تدعو المحامون أولا ونحن في محكمة ونحن القضاة؟ قال أن المحامي مبدع والقاضي مرجح. يعني إيه؟ يعني المحامي بيبذل من الجهد الوفير في دعواه اطلاعا وبحثا ووصولا إلى نتائج، والمحامي الخصم يفعل ذلك أيضا من وجهة نظر أخرى، ولكن كله في حدود القانون. القاضي يقرأ هذا ويقرأ ذاك ثم يرجح بين المبدعان. عشان كده، طب هل اقتصرت على عبد العزيز باشا فهمي؟ لا، ده المسألة عامة وكبيرة جدا. ماذا قال، ماذا قال لويس الثاني عشر؟ إن لم أكن ملكا لفرنسا لوددت أن أكون محاميا. هذا ما يوضح أن المحاماة والمحامي، المحامي ده شيء عظيم، والمحاماة رسالة، لأن المحامي يناضل في الجلسات من جلسة تلو الأخرى، وحتى في وقت راحته لا يستطيع أن يستريح وإنما يهرع إليه. المحملين بالمشاكل لكي يطرحوها لديه ويتخففوا من عبئها ويستمع ويحملها عنهم. لذا قيل أن المحامي وهو قائم برسالته غني بلا مال، رفيعاً بلا منصب، سعيداً بلا ثروة. وهي المهنة والعمل الذي يجتمع فيه تحقيق العدالة والبحث عن الثروة، يختلط بعض الاثنين، فهو يحقق عدالة ويحمل عن المواطنين همومهم، وفي ذات الوقت
يحقق الثروة، بس لازم يكون شاطر بقى. ولما أقول شاطر ما أقصدش المحامين الذكور فقط، وإنما أقصد الاثنين. لدينا أمثلة كثيرة من المحاميات الناجحات. المهم أن تكون محامياً ناجحاً، محامياً ناجحاً. والمحامي الناجح له صفات. أول صفاته المثل اللي انتوا عارفينه كلكم، اللي هو ايه؟ الانطباع الأول يدوم. واحد شاف حد في هيئة جميلة بيظل طول حياته يقول الراجل ده أو الست دي جميل، يبقى المظهر. المظهر. اثنين، العلم. لابد وان يكون لديك الجديد، يعني القواعد العامه اللي احنا قلناها دي كلها، في قواعد كتير قلنا عليها استثناءات. كيف تعلم تلك الاستثناءات الا اذا كنت دائم الاطلاع على الجديد؟ ثلاثه، الالتزام. يعني انا اروح المكتب الساعه 10 10 ونص والموكل قاعد مستنيني الساعه 8، ده لو هو يعني قاعد مستنيني فعلا هيقول لك المحامي ده هيروح الصبح الجلسه متاخر، ده هو طبيعته كده. لا، الالتزام في المكتب وفي المحكمه. وبعدين يعني بالله ايه حكم صدر والمحامي هيعمل استئناف ولا يعمل نقض؟ يعمل النقض ولا الاستئناف اخر يوم ليه؟ انت رايح بعربيتك العربيه حصل فيها حاجه، انت حصل عندك ظرف في البيت، اي ظروف، استنى ليه اخر يوم؟ لا، ما استناش. طيب الامانه، الراجل يجيب لي الشيك ولا يجيب لي وصل الامانه؟ اتكلم مع الخصوم؟ لا، ده الكلام ده بيسيء الى المحامي، بيسيء الى المحامي. فالمحامي ده قيمه يجب ان يحافظ عليها. طيب كيف تحافظ على صفتك كمحام؟ احنا حافظنا عليها خلاص مع الناس، لبسنا بدلة، لبسنا تيير، رحنا المكتب بدري، رحنا المحكمة الصبح، قرينا القضية كويس، وقفنا قدام المحكمة أسود، وقلنا الدفوع الشكلية مع بعضها قبل الحديث في الموضوع، والدفع بعدم القبول، وكله تمام. طيب يبقى لازم احافظ على صفتي انا كمحامي. تعرفين عندنا مشكله في النقاب، الناس اللي اخر كارنيه طلعوه كارنيه سنه 16 في 20/6 في 30/6 اللي جاي انا رئيس اللجنه هديهم زوال، زوال عضوية. يعني الناس اقروا المادة 170 من قانون المحاماة، اللي ما سددش سنتين في 30/6 بياخد زوال عضوية. طب انا ما سددش ليه كل سنة الاشتراك بتاعي؟ طب ايه اللي خلاهم ما سددوش؟ لما احنا طلبنا وقلنا قدموا لنا ما يفيد ان انتوا بتشتغلوا يا جماعة، انتوا بتاخدوا فلوس غيركم يا جماعة، احنا عايزين نرفع العلاج، عايزين نرفع المعاش، المعاش كده مش كويس، عايزين نرفع مستوى المحامين، وبالذات بعد ما كبروا وبقوا عيانين. فاحنا مش هندي الجنيه بتاع المحامي الا للمحامي الممارس.
فقدموا لنا. وبنطلب منهم ايه؟ دليل اشتغال او اثنين مش قادرين يجيبوه. يبقى بيشتغلوا. طب اللي مسافرين بره، سعادتك شغال بره سواء في عمل قانوني او غير قانوني وعمال تقبض وتحط في جيبك، ما دخلتليش جنيه واحد اتعب محاماه ولا اشتريت دمغايه واحده، والعلاج والمعاش بيمولوا من الدمغه والاتعاب المحاماه، اديلك ليه؟ يبقى لازم انا احافظ على صفتي كمحامي، ابقى عارف كويس قوي نصوص قانون المحاماه وما خالفهاش، ما اروحش اشتغل في وظيفه اداريه لان هيطلع لي في التامينات، هيطلع لي في التامينات ان انا بشتغل كذا وفقا للماده 14 لا يجوز الجمع بين المحاماه واي وظيفه، اهو ما اعملش مشاكل وابقى في موضع اتهام في محكمه، فلو في جنحه مخله بالشرف وصدر عليا حكم فيها وفق المادة 13 ناخد اسقاط القيد، ولو جناية اي جناية يعني اي جناية او جنحة مخلة بالشرف اخد اسقاط قيد. ليه؟ وكمان اسمي وسمعتي؟ لا لا لا، يبقى وجب علينا ان نحافظ على انفسنا وان نحافظ على صفاتنا كمحامين وان نحافظ على قيمتنا وقدرنا وقدر المحاماه لدى الموكلين. في توقيت معين أسير ما أسير وطلع قرار إن علشان تقدم دليل عذر تجيب دليل العذر موثق من نقابة الأطباء، والسادة المحامين ما عندهمش مشكلة في إن حتى لو زميله بس هو خصمه ومقدم دليل غير صحيح، شفنا ده بيقدم ما يفيد ان هذا الدليل غير صحيح، او الورقه الموثقه ديت ده شاريها من الراجل اللي قاعد بره عند اوضه المحامين او لاخره، ماذا تفعل المحكمه؟ المحكمه تعمل ايه؟ وبعدين النص بيقول ايه؟ اطبق النص ولا اطبق حكم محكمه نقض؟ حتى لو فيه انا ما قريتوش، ولكن اطبق ايه؟ اطبق النص بعد الاستئناف 10 ايام، وإذا لم يكن في 10 أيام أقدم دليل عذر تقبله المحكمة، تقبله المحكمة، فإذا المحكمة قبلتوش هتدي إيه؟ عدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، ومفيش محكمة هتدي الحكم ده، يعني خلاص يعني الحكم الأولاني هيطبق عليه، يعني هروح السجن من غير ما تحط أسباب، لازم تحط أسباب. الحكم الامر الجنائي الصادر بتغريب مثلي وهو الاخر، هذا الامر يصدر من القاضي لانه اكثر من 500 جنيه. ايوه خلصت.